احتضن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة سهرة الخميس حفل تكريم أحسن الرياضيين الجزائريين لسنة 2023 من خلال جائزة إبراهيم دحماني لعملية صبر الآراء لوكالة الأنباء الجزائرية المنظمة بالشراكة مع الصحافة الرياضية الجزائرية، وذلك بحضور العديد من الشخصيات السياسية والرياضية. صحفي آخر ارتبط كثيرا بالرياضات الفردية، إذن هنيئا لنسرين أحويلي، ونذكر بأنها متأهلة إلى الأولمبياد كأول صحفي دريس دقيق لي. طبعا قبل أن نفترق راني جد فرحان بهذا التتويج، يعني راح يقدم لي كما نقول لك دفعه كبيره باه اني نواصل على الوتيره تاع العمل ونشرفوا الجزائر احسن تشريف ان شاء الله. اولمبياد باريس يعني تقدر تقول راهي مغامره، يعني اول تاهل في فئه البارا كانوي، يعني راح نكون الاول باه نمثل الجزائر في هذه الالعاب، راح تكون يعني تجربه فريده من نوعها. اكيد هذه السنه كانت فيها تحضيرات جيده وتحصلت على ميداليه ذهبيه في بطوله العالم بباريس وميداليه برونزيه، يعني صافي بليزر انني نكون موجوده اليوم مع احسن رياضيين الجزائر اللي موجودين اليوم. قدم جزيل الشكر لوكاله الانباء ووزاره الشباب والرياضه على هذه الالتفاته الطيبه، وان شاء الله هذا حافز لينا باش نقدموا الافضل ان شاء الله، خاصه ان باريس على الابواب. طياري احسن رياضي في الجزائر 2023، حاجه اللي تحفز لي ان شاء الله بانديرو ريزلت في لي جوز اولمبيك ان شاء الله. لوبجيكتيف برينسيبال لي جوز اولمبيك ان شاء الله في باريس، وتحضيرات متواصله والله الحمد لله، اي متواصله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لتشرف الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله اولمبياد باريس راح يكون تحضيرات تاعها بدايه هذه السنه، بدايه شهر جونفي بالبطوله الافريقيه والالعاب الافريقيه وسباقات اللي راح تكون ان شاء الله في الكوكب اللي راح نشارك معها، وان يكون الاحتكاك مع المستوى اللي راح نشارك معاه ان شاء الله، ونطمحوا لافضل.